بدأ العرض العام بدخول الأعلام. العلم اللبناني يتقدم المسيرة، وعلم الاتحاد وعلم جمعية الكشاف اللبناني. وها هي الفرقة الموسيقية التابعة لمفوضية البقاع تتقدم العرض العام. الفرقة الموسيقية فوج زحل السادس التابعة لمفوضية البقاع تتقدم ساحة العرض العام. اهلا مفوضية البقاع. بعد مرور الفرقة الموسيقية التابعة لمفوضية البقاع، ها هي الفرقة الموسيقية التابعة لمفوضية الجنوب تتقدم ساحة العرض العام. فوج صيدا السادس يتقدم ساحة العرض العام بموسيقاه الرائعة. الألحان الجميلة من فرقة فوج صيدا السادس. أهلا بالفرقة الموسيقية التابعة لمفوضية الجنوب. كل الأفواج عند فرقة موسيقية، والمفوضيات عند فرقة موسيقية، إلا صيدا فوج صح فوج السادس عنده فرقتين موسيقى. شو هالجنوب العظيم هذا، شو هالصيدا العظيم. وهي الفرقة الموسيقية الثانية لفوج صيدا السادس تتقدم ساحة العرض العام. أهلا بالفرقة الموسيقية التابعة
E por favor, saia das sedes. هيا مع فرقة علي الفرقة الموسيقية التابعة لفوج علي فوضية جبل تتقدم ساحة العرض العام. اهلا بالفرقة الموسيقية التابعة لمفوضية جبل. المفوضية العامة تدخل ساحة العرض العام. أهلا بالقادة، أهلا بالكبار، أهلا بالمفوضية العامة. اللي ما عنده كبير يشتري كبير. أهلا بالمفوضية العامة، ها هي تدخل ساحة العرض العام. نرحب بالمفوضية العامة. مع فوج بيروت السابع تتهيأ هذه الوحدة الجميلة لدخول العرض العام. أهلا بقطامة فوج بيروت السابع. بعد مرور قدام فوج بيروت السابع يطل علينا أهالي فوج علي الأول. أهلا لأهالي فوج علي الأول. هذا الفوج
الذي يلتف حول الأهل بكل تضحية وإخلاص. أهالي فوج علي الأول. صمودك يا جنوب بلادي معلم العالم التضحية والوفاء، وهكذا أيضا قوضية الجنوب وفية ومخلصة لمجتمعها. فكلنا شوق لاستقبال مفوضية الجنوب. طلع هون هلا، لا هلا بده بلشوا يمشوا من هون. يلا هلا بس يخلص هون بطلع. مفوض الجنوب القائد تامر غطار، مساعد مفوض الجنوب سامر مسلماني، مساعد مفوض الإدارة حسن شلون، مساعد مفوض الجنوب تنمية القيادات يحيى الأسدي، مساعد مفوض الجنوب لفرع الجراميز والزهرات ناصر سامر مسلماني بالوكالة، مساعد مفوض الجنوب لفرع الجوالة والرائدات محمد قنصو، مساعد مفوض الجنوب لفرع القنادس حسن شلون بالوكالة، مساعد مفوض الجنوب المالية تامر غطار بالوكالة، مساعد مفوض الجنوب لفرع الموسيقى غسان جان بالوكالة، مساعد مفوض الجنوب للأهل والمدامة علي السعودي، مساعد مفوض الجنوب للتكنولوجيا حسن شلوم بالوكالة. ها هو فوج صيد الأول يتقدم ساحة العرض العام، فوج خالد بن الوليد. تأسس الفوج عام 1968 في مقر المدرسة الإنجيلية. قائد الفوج أحمد كساب، مساعد قائد الفوج ماهر قهوجي، مساعد قائد الفوج دينور حريري، قائد إداري بالوكالة أحمد كساب، مساعد إداري محمد بيطار، قائد قطيع السلام بالوكالة ماهر قهوجي، مساعد قائد قطيع مصطفى بساط، قائد فرقة المرشدات محمد العلي عروب بديع، مساعدة قائدة فرقة المرشدات ريم ياسين، قائد فرقة كشافة الاستقلال وسام ماضي، مساعد قائد فرقة مالك أحمد جباعي. فرقة مرشدات صيدا الأولى تتقدم ساحة العرض العام. أهلا بفرقة صيدا الأولى. مرشدات صيدا الأولى. بعد مرور مرشدات صيدا الأولى، فرقة صيد الأولى تتقدم ساحة العرض العام. قائد فرقة كشافة الاستقلال وسام ماضي، مساعد قائد فرقة مالك أحمد جباعي. أهلا بفرقة صيد الأولى. فرقة صيد الأولى تتقدم أمام المفوضية العامة. وهي عشيرة رائدات السلام تتقدم ساحة العرض العام. قائدة العشيرة ليونور حريري، مساعدة قائدة عشيرة رائدات ريم وهبي، عشيرة رائدات الصيدة الأولى تتقدم ساحة العرض العام.
عشيرة صيدة الأولى تتقدم للدخول إلى ساحة العرض العام. قائد عشيرة جوال فخر الدين محمد كساب، مساعد قائد عشيرة محمد ناصر، مساعد قائد عشيرة هاني ميقاتي. أهلا بعشيرة الصيف الأولى. عشيرة الصيدة الأولى تتقدم أمام المفوضية العامة. فوج صيد الخامس، فوج القلعة يتأهب لدخول ساحة العرض العام. تأسس الفوج عام 1989 على يد القائد فادي صفدي، وقر الفوج مدرسة القلعة الابتدائية. قائد الفوج آية أسدي، قائد إداري أحمد يونس، مساعد قائد إداري محمد الاس، مساعد قائد قطيع خلود تب المرح محمود ابو حمود، مساعد قائد ريح تالا البطار، مساعد قائد قطيع مالك الخطيب. فوج صيدا الخامس يتأهب لدخول العرض العام. قائد فرقة الطشافة محمد البطو، مساعد قائد الفرقة عمار كجو. فرقة ومرشدات صيدا الخامس تتقدم. وها هي عشيرة فوج صيدا الخامس تتقدم. قائدة العشيرة فاطمة إسماعيل، أهلا بعشيرة صيدا الخامس. بعد مرور عشيرة صيدا الخامس تتأهب وحدة العشيرة بفوج صيدا الخامس لدخول ساحة العرض العام. قائد عشيرة مصطفى حسن، مساعد قائد عشيرة عفيف زيع، مساعد قائد عشيرة طارق غانم، ومساعد قائد عشيرة
درويش درويش اهلا بعشيرة فوز صيد الخامس. بعد مرور مفوضية الجنوب تتأهب مفوضية البقاع لدخول ساحة العرض العام. مفوضية البقاع العز لها والفخر بها، كما سهلها وكرومها معطاءة وكريمة بنشاط أفواجها وتغريدهم في سماء وسهل البقاع. الترحيب لكم منا والعطر والترحاب. أهلا بمفوضية البقاع. مفوض البقاع القائد بشير محفوظ، مساعد مفوض البقاع فيري شهوان، مساعد مفوض البقاع للإدارة فؤاد سكيف، مساعد مفوض البقاع للمالية بالتكليف فيري شهوان، مساعد مفوض البقاع للعلاقات العامة شادي رحال، مساعد مفوض البقاع للموسيقى كارول شهوان، مساعد مفوض البقاع المعلوماتية والتكنولوجيا جورج شمعون، مساعد مفوض البقاع للقنادس كلود معلوف، مساعد مفوض البقاع لجرميز وسهران رواد شعنين، مساعدة مفوض البقاع الكشافة والمرشدات رشيل معلوف، مساعد مفوض البقاع للجوالة والرائدات شرب الخزيئة، فوج السحل الأول فوج الأرز يتأهب لدخول ساحة العرض العام. قائدة فوج زحل الأول ريتا غرة، قائد قطيع بقيرة الياس غرة، مساعدة قائد قطيع جيني شاغنيان، مساعدة قائد أهلا بقطيع فوج زحل الأول. ها هو قطيع فوج زحل الأول يتقدم أمام المنصة الرئيسية. وهي وحدة فرقة زحل الأولى تدخل ساحة العرض العام. قائد فرقة كشافة النسور إدغار كوري، مساعد قائد كشافة توني السيئلي، وحدة مرشدات زحل الأولى، مرشدات فوج زحل الأول تتقدم. بعد مرور وحدة مرشدات زحل الأولى ها هي فرقة فوج زحل الأول تتقدم ساحة العرض العام.
بعد مرور الفوج الأول في مفوضية البقاع، ها هو الفوج الثاني يتقدم ساحة العرض العام، قائد فوج ساحل الثاني جورج بكداش. بإعادة تأهيل للفوج ساحل الثاني، الله يعطيك العافية جورج بكداش يا قائد. بعد مرور فوج ساحل الثاني، هو فوج ساحل الثاني يتأهب لدخول ساحة العرض العام، قائد فوج ساحل الثاني كوليت الأشهر ساعد قائد الفوج جيمي تن، قائد إدارة عطوان زعتر، قائد قنادس وكرم. قنادس فوج ساحل الثالث يدخل ساحة العرض العام، الله يكبركم يا قنادس، الله يخليكم لأهلكم. بعد وحدة قنادس في فوق سحل الثالث، هو قطيع سحل الثالث يتقدم، قائد قطيع أنطوني أبو ديب. قطيع فوج ساحل الثالث يتقدم أمام المنصة الرئيسية، وهي وحدة مرشدات ساحل الثالث تتأهب لدخول ساحة العرض العام. قائدة مرشدات ولقد حازت مرشدات ساحل الثالث على درع المرشدات عام 2016، فهنيئا لهذه الوحدة العظيمة. وبعد مرور مرشدات الفوج الثالث في ساحل الثالث، ها هي وحدة الفرقة تتقدم، قائد الكشافة، قائد الوحدة شرب الشيباني، مساعد قائد كشافي يجبور. ها هي وحدة زحل الثالث تتقدم أمام المنصة الرئيسية، أهلا بوحدة
الفرقة التالتي. بعد مرور الفرقة بزحف التالتي ها هي وحدة الرائدات تتقدم قائدا الرائدات بوليس أشكر مساعدة قائد رائدات إليسا جيل. أهلا بعشيرة فوز زحل الثالث. عشيرة فوز زحل الثالث تتقدم أمام المنصة الرئيسية. وبعد مرور الرائدات وحدة العشيرة تتقدم ساحة العرض العام. قائد العشيرة أمير قصوف مساعد قائد العشيرة إلي أبو نعوم. أهلا بعشيرة فوز زحل الثالث. والعشيرة العظيمة يعني. عشيرة فوز زحل الثالث تتقدم أمام المنصة الرئيسية. بعد مرور فوز زحل الثالث أهو فوز زحل الرابع يتقدم ساحة العرض العام. قائد الفوز جوزيف الطايف مساعد قائد إدارة بيير مشعليني مساعد قائد فنادس يارين أصوف مساعد قائد فنادس ليا ليون. ونذكر أن الفوج الرابع قد حاز على تسمية الفوج الذهبي لعام 2016. وهي وحدة قطيع فوج زحل الرابع تتقدم ساحة العرض العام. قائد القطيع زياد أبو رجيلي مساعد قائد جوليان بايد مساعد قائد قطيع أهلان كوما مساعد قائد طعمي طعمي مساعد قائد قطيع نسرين حداد. أهلا بقطيع فوزحي الرابع الذي يتقدم أمام المنصة الرئيسية ويحمل أشكال هندسية رائعة. وها هي وحدة مرشدات فوز زحل الرابع تتقدم ساحة العرض العام. مساعدة قائدة فرقة مرشدات حارسات النار دلال حميد مساعد قائدة فرقة مرشدات ليتيسيا كفوري. أهلا بمرشدات فوز زحل الرابع. ها هي هذه الوحدة تتقدم أمام المنصة الرئيسية. وهي وحدة كشافة الفوج الرابع تتقدم وقد حازت على درع الكشافة عام 2016.
طلعت فرقة كشافت الدكتور بيير داوود، مساعد قائد فرقة الكشاف روني بن عوض، مساعد أهلا بالمساعد بن عوض. وها هي وحدة فوز زحل الرابع تتقدم أمام المنصة الرئيسية. برافو فوز زحل الرابع، فرقة زحل الرابع. بعد مرور وحدة الفوج الرابع، ها هي عشيرة فوج زحل الرابع تتقدم ساحة العرض العام. قائدة العشيرة، قائد عشيرة الرائدات كيان فريدو، مساعد قائد عشيرة الرائدات كيان عطار. ولقد حازت هذه الوحدة على سيف الرائدات عام 2016، فهنيئا لهذه الوحدة العظيمة. والآن إلى عشيرة فوز زحل الرابع، العشير العظيم يا عيسى. قائد العشيرة القائد عيسى خوري، بدي حطهم في جو شوي هالعشيري. مشيهم القائد 9 ساعات الأسبوع الماضي ضمن رحلة مشي، 9 ساعات الشباب الأبطال مشي. هذه هي عشيرة فوز زحل الرابع تتقدم أمام المنصة الرئيسية. والآن إلى فوز زحل الخامس. قائد الفوج القائد حيدر حيدر، مساعد قائد فوج رائد وعشيري منال حيدر، مساعد قائد قطيع سارة صلوب. أهلا بالقائدة سارة. الفوج عم يرجع يتأهب لحتى يعيد نشاطه عن جديد. بنحييهم للفوج الخامس. ولننتقل من زحلي إلى أب الياس. هذا الفوج الذي تأسس حديثا، قائد فوج أب الياس بالتكليف القائد بشير محفوظ، قيادة قطيع جراميس جورج بكداس، ريتا غرة، سارة صلوخ. نشجع هذا الفوج وهذا التأسيس يا قائد بشير، الله يعطيكم العافية وعقبال غيره وغيره. أهلا بفوج أب الياس. بعد مرور قطيع أب الياس، ها هي وحدة الفرقة فرقة أب الياس المؤسسة حديثا. وهي عشيرة ورائدات أب الياس تدخل ساحة العرض العام بقيادة القائدة ميليسا الياس والقائد الياس غرة. أهلا بعشيري، أهلا. مع
هذا مرور مفوضية البقاع، ها هي مفوضية الجبل تتأهب لدخول العرض العام. الجبل الشامخ العظيم يضم المفوضية العظيمة بأفواجها المنتشرة من الأعالي إلى الشاطئ بالصلابة والحنان. الترحيب الكبير بمفوضية الجبل، مساعد مفوض الجبل ريان زين الدين، مساعد مفوض الجبل لتنمية القيادات أمين تيماني، مساعد مفوض الجبل للإدارة روي يونس، مساعد مفوض الجبل معلوماتية وتكنولوجيا سنش سرارة، مساعد مفوض الجبل لشؤون المالية سامر شاهين، مساعد مفوض الجبل لجراميز والزهرات كريستينيا سلهب، مساعد مفوض الجبل للكشافة والمرشدات خطار عبد الخالق، مساعد مفوض الجبل للجوالة والرائدات نديم الأحمدية. وهو فوج برمان الأول يتقدم، مساعد قائد فوج بيكورد أناكوزيان، أهلا بفوج برمانة. بعد مرور القطيع في فوج برمانة، ها هي وحدة المرشدات تتقدم بقيادة القائدة لورا عواد. بعد مرور وحدة المرشدات في فوج رمينا، ها هي وحدة الفرقة تتقدم قائد فرقة كشافة ذئاب الغاب علي هاني، أهلا بوحدة رمينا التي تتقدم ساحة العرض العام. هو فوج البربارة يتقدم ساحة العرض العام، أهلا بفوج البربارة. بعد مرور فوج البربارة هو فوج الرامي يتقدم ساحة العرض العام، قائد الفوج جوليان معماري، مساعد قائد الفوج جاد طفوس، قائد إماري جورجو مورسجيان، مساعد قائد القطيع جناعي، مساعد قائد القطيع جاد شتيل. أهلا بوحدة القطيع في فوج الرابي. وهي وحدة مرشدات فوج الرابي تتقدم ساحة العرض العام. وحدت المرشدين ووحدت الفرقة في فوج الرابي بقيادة القادة نور أشوف
وصمر ناشف، وها هي عشيرة قوم الرابي تتقدم أمام المنصة الرئيسية. قائد العشيرة جاد طموس. ها هو فوج علي الأول يتقدم، مرحب بفوج علي الأول. قائد الفوج القائد عمر قمر، وهي وحدة قطيع تتقدم ساحة العرض العام. وحدة الجرميز قطيع زحل قطيع علي الأول يتقدم ساحة العرض العام. بعد مرور قطيع علي الأول ها هي وحدة الفرقة مرشدات علي الأول تتقدم ساحة العرض العام. بقيادة القائدة كريستينا أبي رافع. بعد مرور مرشدات علي الأول هي وحدة الفرقة بفوج علي الأول تتقدم. فرقة صقور القمم تتقدم ساحة العرض العام بقيادة القائد سيزار حلواني، مساعد القائد جاد شهيب. أهلا بوحدة علي الأول. ها هي رائدات فوج علي الأول تتقدم بقيادة القائدة بشرى شرف الدين. ها هي وحدة عشيرة الرائدات فوج علي الأول تتقدم أمام المنصة العامة. ها هي عشيرة علي الأول تتقدم ساحة العرض العام بقيادة القائد هادي المشنق. فأهلا بالعشيرة، أهلا بعشيرة علي الأولى. ها
هي عشيرة علي الأولى تتقدم أمام المنصة الرئيسية. ولا بد لنا أن نشكر معالي الوزير عبد الرحيم مراد وللعمداء وللمدراء والأساتذة وكل العاملين في جامعة الأيو لاستضافة جمعية الكشاف اللبناني في عيدها الثاني والثمانون. تقديرنا لهذه الجامعة التي أصبحت من الجامعات المرموقة والمميزة في لبنان. أنتم في القلب ولكم من الجمعية ألف تحية. كما نشكر الصليب الأحمر اللبناني. الشكر الكبير للصليب الأحمر اللبناني الذي يرافقنا دائما في جميع النشاطات لجمعية الكشاف اللبناني. فشكرا وألف شكر. ولا ننسى ولا ننسى أبدا، نحن هنا والجيش في الجرود. لن ننسى هذا الجيش العظيم الذي سمح لنا أن نقيم هذا العيد. شكرا. الله يحميكم، الله يعيدكم إلنا بالسلامة. والآن نتأهب لاستقبال حصبية، مفوضية حصبية، فإنها تبرهن عن عقلانية وحب العطاء كما ناسها وتضامنهم لما في خير أفواجهم ومحيطهم. نرحب بمفوضية حصبية. قائد الفوج ساري سعسوع، مساعد قائد الفوج رشاد الحلبي، قائد إداري باسل أبو غيدة، وهي وحدة الفرقة تتقدم ساحة العرض العام فوج حصبية الأول. قائد الفرقة وسيم زلوم، مساعد قائد الفرقة رواد نمور، وها هي وحدة عشيرة فوش حصبية الأول تتقدم ساحة العرض العام. قائد العشيرة داني خير الدين، مساعد قائد العشيرة باسل الحمراء، أهلا بعشيرة حصبية. والآن نتأهب لدخول مفوضية بيروت. بيروت يا أجمل المدن، تضمين بين ذراعيك الأفواج التابعة لجمعية الكشاف اللبناني بحنان ورفق، وهم يزينون شواطئ ومدارسك وجامعاتك. فمرحبا بمفوضية بيروت. Come on.
اهلا بمقاضية بيروت وقوة بيروت القائد زياد عبدالله مساعد قوة بيروت القائد عبد العزيز حلوان مساعد قوة بيروت التنمية القيادات القائد محمد فواز مساعد قوة بيروت للمالية القائدة سارة البزري مساعد قوة بيروت العلاقات العامة القائد إبراهيم حورات مساعد قوة بيروت المعلوماتية والتكنولوجيا القائدة مجيها شهاب مساعد قوة بيروت القنادس القائدة زينة حسن مساعد قوة بيروت الجراميز والزهات القائدة ميرا رحم مساعد قوة بيروت الشاف والنشيدات القائدة علي محسون مساعد قوة بيروت الجوالي والرائدات القائدة زينة صوبرا ها هو فوج بيروت الأول يتقدم ساعة عن دعم طلب من الأفواج أن تتأهب مكانها في ساحة العرض العام وليس لمفوضية بيروت لا ما بدنا نفهمها بالغلط عم بيأهبوا المفوض العام حتى يكونوا واقفين صح مش لمفوضية بيروت عم نأهبهم إذا بتريدوا ما تاخدوها على اللف والدوران نحن عم نتأهب لحتى نوقف صح فهو فوج بيروت الأول يتقدم قائد فوج بيروت الأول قائد محمود رخى ها هي وحدة مرشدات فوج بيروت الأول تتقدم وحدة الفرقة في فوج بيروت الأول تتقدم ساحة العرض العام قائد الوحدة عارف عصفور وها هي وحدة الرائدات في فوج بيروت الأولى تتقدم ساحة العرض العام قائدة العشيرة فرع عياش أهلا بوحدة رائدات فوج بيروت الأول وهي وحدة العشيرة في فوج بيروت الأول تتقدم بقيادة القائد محمود رخا ومساعد قائد العشيرة القائد باسل روضة أهلا بعشيرة فوج بيروت الأول هو فوج بيروت الثاني يتأهب لدخول ساحة العرض العام قائد الفوج
القائد غيد المصري وساعد قائد الخوج القائدة هانيا رحم وساعد قائد الخوج القائدة مايا شتيلة قائد قنادس القائدة هبة سعد ها هي وحدة قنادس في فوج بيروت الثاني تدخل ساحة العرض العام القائدة هبة سعد قائدة الوحدة ساعدة قائدة ديانا حمود ها هو قطيع فوج بيروت الثاني يدخل ساحة العرض العام القائد عبد الرحمن صبح قائد القطيع ساعد قائد القطيع القائد فادي سلمان اهلا بقطيع فوج بيروت الثاني الذي يمر امام المفوضية العامة وهي وحدة مرشدات فوج بيروت الثاني تدخل ساحة العرض العام قائدة مرشدات القائدة ميرا شامي ساعدت قائدة مرشدات القائدة جنى باهر اهلا بوحدة المرشدات في فوج بيروت الثاني مرشدات فوج بيروت الثاني تتقدم امام المنصة الرئيسية وهي وحدة الفرقة في فوج بيروت الثاني تدخل ساحة العرض العام قائد الفرقة عمر السلطاني يساعد قائد الفرقة عباس منصور اهلا بوحدة فوج بيروت الثاني التي تمر امام المنصة الرئيسية وها هي وحدة الرائدات فوج بيروت الثاني تتقدم ساحة العرض العام قائدة عشيرة الرائدات شفينا بن حسين القائدة صندرة خليفي
أهلا بوراني داك أول بيروت الثاني. الشكر لمهندس الصوت لأنه يعطي من موهبته الشيء الكثير لتوصيل النقاوة والفم السمعي، فشكرا جزيلا لمهندس الصوت. هي وحدة عشيرة فوج بيروت الثاني تتقدم ساحة العرض العام. الشكر الكبير لمحطة تي في زحلي لنقل هذا الاحتفال المميز، وشكرا للقائد جوزيف شاهين الذي يتابع جميع نشاطات الجمعية والمفوضيات والأفواج ليوصل إلى كل بيت هذه النشاطات المميزة كشفيا ورياضيا وتثقيفيا واجتماعية وفنية، ونحن نشد على يدكم أيها القائد وشكرا جزيلا. والآن يتأهب فوج بيروت الثالث لدخول ساحة العرض العام. قائد الفوج القائد عبد الوهاب فرخ، ساعد قائد الفوج القائد عمر الغالي، قائدة إدارية القائدة فرح المصري، ساعد القائدة إدارة القائدة أروى الرفاعي، ساعد قائد إداري القائد طه حرب، قائد عامل القائد عيد بشير. وهي وحدة قنادس تتقدم فوج بيروت الثالث، وحدة قنادس فوج بيروت الثالث بقيادة القائدة رزان سبليني، وهو قطيع فوج بيروت الثالث يتقدم بقيادة القائدة ريم سروجي. أشكال جميلة يحملها قطيع فوج بيروت الثالث. لا خليها هيك ها هي وحدة المرشدات في فوج بيروت الثالث تتقدم ساحة العرض العام. قائدة المرشدات القائدة جنى ناصر. كريم جاي شوي كريم. أهلا بوحدة المرشدات في فوج بيروت الثالث. هذه الوحدة تتقدم أمام المنصة الرئيسية. ها هي فرقة أسد الغاب في فوج بيروت الثالث تتقدم ساحة العرض العام. القائد كريم حمدان. بعد مرور وحدة الفرقة أمام المنصة الرئيسية، هي وحدة عشيرة رائدات فوج بيروت الثالث تتقدم ساحة العرض العام بقيادة القائدة ديما بوهديل. أهلا وسهلا يا
عشيرة فوج بيروت الثالث. الذي حصلت في سنة من السنين على سيف الرائداء. وها هي وحدة عشيرة فوج بيروت الثالث تتقدم لتمر أمام المنصة الرئيسية. مساعد قائد عشيرة الوحدة القائد وليد الحوت. شكر كبير لشركة NTCC التي دائما تساعدنا لنصبح بدون نفايات على أرض الملعب. شكرا لشركة NTCC. ونفتقد لقائد الجمعية القائد ماهر السايس الذي اضطر لظروف قاهرة أن يكون بعيد عنا. فأنت في القلب يا قائد ماهر. والآن نتحضر لاستقبال فوج بيروت الرابع. قائد الفوج القائد أحمد الحلبي. مساعد قائد الفوج القائد رجل خلف. مساعد قائد الفوج القائد سيد يديد. قائد إداري القائد محمد أبرنجي. مساعد القائد إدارية القائد سارة إبراهيم. مساعد القائد الإداري القائد فراس منصور. عاملة القائدة ليان شرف الدين. أهلا بوحدة القنادس في فوج بيروت الرابع بقيادة القائدة ديما الزهير. مساعدة قائد القنادس القائدة لين حداد. وهو قطيع فوج بيروت الرابع يتقدم تحت عبد العام القائد سارة حبوب. مساعد قائد قطيع القائد محمد الصبح. مساعد قائد قطيع القائد عمر قطان. هي وحدة القطيع تتقدم أمام المنصة الرئيسية. ها هي وحدة مرشدات فوج بيروت الرابع تتقدم ساحة العرض العام. القائدة رنا هاونجي مساعدة قائد مرشدات. القائدة نور مصر. ها
اهلا بوحدك. المرشدات في فوج بيروت الرابع. ها هي الوحدة تتقدم امام المنصة الرئيسية. كما نشكر مؤسسة أنيرا، الشكر الجزيل لمؤسسة أنيرا التي رعت هذا الاحتفال. شكرا جزيلا لهذه المؤسسة العظيمة. الشافة في فوج بيروت الرابع تتقدم القائد باسل قطان، مساعد قائد القائد سامر عواد. ها هي وحدة فرقة فوج بيروت الرابع تتقدم أمام المنصة الرئيسية. وهي وحدة العشيرة، عشيرة رائدات فوج بيروت الرابع تتقدم ساحة العرض العام بقيادة القائدة يارا زكي. وهي عشيرة فوج بيروت الرابع تتقدم أمام المنصة الرئيسية بقيادة القائد محمد حسفيني. الشكر الجزيل للفرق الموسيقية، الفرق الموسيقية التي أطربتنا. شكرا جزيلا لصيدا وزحلي وعلي، الله يقويكم يا الفرق الموسيقية. شكرا جزيلا لكم. وهو الفوج السابع في مفوضية بيروت يتأهب في دخول ساحة العرض العام. فوج بيروت السابع، قائد الفوج القائد جاد حيدر، مساعد قائد إدارة القائدة لميس محسون، مساعد القائد القناديس القائدة دانا العرب، مساعد القائد القطيع القائدة جنى فرشون. اهلا بالقطيع فوج بيروت السابع. فوج بيروت السابع يتقدم ايضا في ساحة العرض العام. وهي وحدة فرقة مرشدات فوج بيروت السابع تتقدم في ساحة العرض العام بقيادة القائدة إينا عواضة، مساعدة القائدة نادية حاتم.
الحافي. بعد مرور وحدة المرشدات، ها هي وحدة فرقة كشافة بيروت السابع تتقدم ساحة العرض العام بقيادة القائد مهدي حرب، ساعد قائد فرقة كشافة القائد أحمد منصور، القائد أحمد منصور مساعد قائد منصور. أهلا بوحدة فرقة بيروت السابع. ها هي عشيرة رائدات فوج بيروت السابع تدخل ساحة العرض العام. القائدة ريان مرزوق، هيا وحدة مرشدات الرائدات تمر أمام المنصة الرئيسية. ها هي عشيرة الجوالة في فوج السابع، في فوج بيروت السابع تتقدم ساحة العرض العام والتي حصلت على سيف الجوالة منذ سنين. القائد مصطفى قبطان.